السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي النهاردة في وصفة جديدة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. وصفتنا النهاردة مشروب للتخسيس ودهان للتخسيس. لو أنت حابة تعملي تخسيس للجسم كله هتاخدي المشروب ده. لو أنت حابة تعملي تخسيس لمنطقة البطن فقط وبتبقى بطنك مسطحة يبقى هتعملي الكريم اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. يلا تابعيني لآخر الفيديو. الحمد لله احنا عملنا من 3 ايام وصفه للتخسيس ونالت اعجاب ناس كتير قوي. النهارده بقى جايبه لك وصفه حلوه قوي هتستخدميها كوجبه للفطار، هتعمل لك تخسيس رائع جدا جدا. الوصفه النهارده مميزه، تابعيني لاخر الفيديو هتستفادي كتير قوي. يلا بينا دلوقتي هنقول مكونات الوصفه بتاعتنا. ولو انت اول مره تدخلي قناتي ما تنسيش تشتركي معايا وتضغطي على اشتراك او سبسكرايب وكمان تفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي ان شاء الله. ان شاء الله اول حاجه هحتاجها النهارده معايا في الوصفه اللي انا هعملها النهارده دي، وحابه اقول لك ان الوصفه دي هتبقى وجبه فطار ان شاء الله باذن الله، وبتعمل تخسيس جميل قوي ومنها بتبقى وجبه للفطار كمان. يعني انت هتاخدي الوصفه اللي انا هعملها دي ومش هتفطري، ده هيبقى الفطار بتاعك. كل اللي انا هعمله اني هقشر، هجيب تفاحتين بالشكل ده اهو وهبدا اقشر التفاحتين. انا مش عايزه القشر بتاعهم، هنقشر التفاح بالشكل ده اهو لان انا مش عايزه القشر، انا هقشره. انا قشرت اول تفاحه، هبدا اقشر التفاحه الثانيه. كده انا قشرت التفاحتين زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى دلوقتي انضفهم واقطعهم كويس اهو. هنضف طبعا، اطلع البذر منها كده بالشكل ده. وكمان اقطع التانية. الوصفة دي يا بنات جميلة وان شاء الله باذن الله تعجبكم قوي. دي انا يعني هنستخدمها كوجبة للفطار ان شاء الله. كده انا قطعت تفاحتين اهو، بقوا معايا جاهزين. كل اللي انا هعمله بقى هجيب الكبة بتاعتي بالشكل ده وهبدأ اضيف فيها التفاح اللي انا قطعته كده اهو. كده انا ضفت التفاحتين في الكبة، هبدأ بقى اضيف عليهم ايه. هنضيف عليهم كوب لبن، ويفضل ان هو يكون خالي الدسم. يعني انا مش عايزه لبن يكون دسم، انا عايزه لبن خالي الدسم. هنضيف كوبايه على التفاحه كده، بالشكل ده اهو. وهضيف معايا هنا بذور حب الرشاد، وعايزه اقول لك ان احنا ممكن نستبدل بذور حب الرشاد ب بذور الكتان، وممكن نستبدلها برضو ببذور الشيا. يعني المتوفر عندك هتستخدميه، الثلاثه نتيجتهم واحده ان شاء الله. انا هضيف هنا معلقه من حب الرشاد، وحب الرشاد ده طبعا موجود في اي دوله، وعايزه اقول لك انه مفيد برضو للعظام. هضيف هنا معلقه كده. وطبعا يا بنات انا مش عايزه اضيف سكر خالص في الوصفه بتاعتي، عشان كده هنضيف عسل نحل. انا معايا هنا عسل النحل اهو. خلي بالك ده هيبقى يعني وجبه لذيذه جدا جدا، وكمان هتعمل لك دايت وتخسيس حلو قوي، وهتبقى وجبه فطور. هضيف معلقه من عسل النحل اهو، وهبدا بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض واضربها في الكبة كويس جدا او في الخلاط طبعا. يعني انت لو انت عندك خلاط نضربيها في الخلاط. بعد ما ضربتها في الخلاط وبقت معايا زي ما انتم شايفين كده، انا هبدأ اضيفها في الطبق قدامكم دلوقتي عشان برضو تشوفوا قوامها وتشوفوا بقت عاملة ازاي اهو. ادي الوجبة اللي انا هفطر بيها كل يوم، ده هيبقى الفطار بتاعنا، منه دايت ومنه وجبة فطار تخسيس ان شاء الله كيلو في اليوم. وهتشوفي
دي هتبقى الوجبة بتاعتي اللي انا هاكلها كل يوم ان شاء الله الصبح. وزي ما قلنا هنستبدل بذور الشيا ببذور الكتان او ببذور حب الرشاد او بذور الشيا، يعني الثلاث بذور ممكن تستبدليهم زي ما انت عايزة، لكن بقية المكونات زي ما هي التفاح واللبن والعسل. حبيب قلبي دي بالنسبة للوجبة الأولى اللي احنا هنستخدمها للفطار. يلا بينا بقى نعمل كريم حلو قوي كانوا طلبوه مني حبيب قلبي لتخسيس منطقة البطن فقط. يعني لو انت عايزة تعملي تخسيس منطقة البطن بس يبقى اعملي الكريم اللي انا هعمله دلوقتي معاكم. الكريم اللي انا هعمله معاكم دلوقتي واستخدمه لمنطقة البطن لتخسيس منطقة البطن او الارداف، هحتاج معلقتين من زيت الزيتون زي ما احنا شايفين كده، وكمان هحتاج معايا معلقتين من الزنجبيل البودر. هبدأ دلوقتي اضيف معلقتين من الزنجبيل البودر زي ما انتم شايفين اهو، هضيف معلقتين، وكمان هضيف معايا معلقتين من زيت الزيتون. وهقلب هنقلب بقى كده اهو، وده بقى هيبقى الكريم اللي انا هستخدمه لتخسيس منطقة البطن. الوصفة دي جميلة جدا يا بنات، وبتعمل تخسيس وتفتيت لمنطقة البطن والدهون اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن. يلا بقى خليكي معايا عشان اقولك هنستعملها ازاي، تابعيني لاخر الفيديو. وده الكريم اللي انا هستخدمه ان شاء الله لتخسيس منطقة البطن، بيحرق وبيفتت الدهون. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد من الكريم ده وعند منطقة البطن ابدأ ادهن، تدهني وتدلكي لمدة 5 دقايق. زنجبيل تحفة جدا مع زيت الزيتون. وكمان هحتاج معايا هنا المشمع ده اللي انا بستخدمه لأغلفة الطعام، البلاستيك النايلون ده، هبدأ الفه على منطقة البطن لا يقل عن 3 أو 4 لفات، تلف فيه عند منطقة البطن كويس جدا، وهتسيبيه من ساعة او 2. لو حابة تعمليه من بالليل وتنامي بيه عادي برضو، ويجيب لك نتيجة كويسة ان شاء الله. ده بالنسبة للكريم اللي احنا قلنا هنعمله للي عايزة تعمل تخسيس لمنطقة البطن فقط والارداف. لكن لو انت عايزة تعملي تخسيس للجسم كله هنستخدم الوجبة بتاعتنا اللي احنا عملناها اللذيذة دي، وهناكلها ان شاء الله في الفطار من غير ما، يعني هي ده الفطار بتاعك، مش هتاكلي حاجة تاني، هيبقى ده الفطار بتاعك هتاكليه الصبح ان شاء الله، مش عليه اسبوع وهتشوفي نتيجة تحفة جدا. استبدلي بذور الشيا ببذور الكتان او بذور حب الرشاد. احنا عاملينها النهاردة بحب الرشاد. لو انت عايزة بذور الشيا ممكن تنفع، بذور الكتان تنفع، ولكن حاولي تطحني بذور الكتان لانها بتبقى كبيرة شوية. بالنسبة للسيدات الحوامل بلاش بذور الكتان، ممكن تضيف حب الرشاد او تضيف بذور الشيا. حبايب قلبي دي كانت الوصفات بتاعتنا النهاردة، وصفات جميلة اول التخسيس. انا حبيت اقول من الاتنين مع بعض عشان اللي عايزة تعمل تخسيس للجسم كله او تعمل تخسيس للبطن. يا رب تستفادوا بالوصفات اللي احنا بنقدمها النهاردة، وصفات جميلة جدا للتخسيس. ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو، شير لكل اصحابكم، عايزين الفيديو يوصل ل5000 لايك لجيجي. وكمان ما تشتركوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر انستجرام، واشوفكم فيديو جديد مع جيجي. كل حياتي، باي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.